الفتى حسين السماحة يختطف من أمام منزله في شمسطار ولا معلومات عنه حتى الساعة. من بلدته شمسطار ومن أمام منزله خطف الفتى حسين سماحة منذ مساء السبت، ورغم تحرك الأجهزة الأمنية بحثا عنه لم يتم العثور على حسين حتى هذه الساعة. ذوو الفتى الذين يتمتعون بأحوال مادية جيدة رجحوا فرضية الخطف مقابل فدية، وقد ناشد والد حسين الرؤساء الثلاثة والأجهزة الأمنية الكشف عن مصير ابنه. بيعته مشوار لعند خيي 5 دقايق بفقد ابني نهائيا. وزير الداخلية اللي بيقول انه الامن مش بالتراضي خليه يجيب لي ابني، وزير الدفاع بناشد كل القوى الامنية والفعاليات السياسية، نحن بدنا امن ببلدنا، نحن بدولة بدنا امن وبدنا عدالة وبدنا حق، ما نقطع طرق، نحن ناس اوادم. عمليات الخطف المتكررة والمنتشرة في كافة المناطق أصبحت تشكل نقطة استفهام كبيرة حول دور الدولة بحماية أبنائها والحفاظ على أمنهم الشخصي لكي لا يقعوا فريسة العابثين بحياة الناس وأرزاقهم.